الآن وقت روضة الأطفال. لدي هدية من أجلك. هل هذا آيفون 16؟ أجل. شباب، هذا هو الطالب الغني المفضل لدي. أهلا. أهلا. مرحبا. كيف حالك إيفلين؟ أنا بخير. لدي آيفون 16 الجديد. مستحيل يا إلهي، كنت دائما أرغب في الحصول على واحد. أتمنى أن يكون لدى العم غريغ هاتف آيفون آخر. لدي آيفون 16 برو من أجلك. يا إلهي، شكرا. هيا إيفلين، هذا رائع. أوه لا! هل يمكنني الذهاب؟ والدي هناك! لا! أوه، أهلاً شرطية! ماذا هناك؟ أريدك أن تسجل هذه الطفلة! روضتنا تقبل فقط الأطفال الأغنياء، آسف! حسناً، إلى اللقاء! مهلاً! ماذا؟ قلت أن روضتنا للأغنياء فقط! أتريد أن تفقد رخصتك؟ ليست رخصتي من فضلك! ربما لدي مكان خاص لها. تعالي، هيا بسرعة. مهلا، انتظر، توقف. واو. ومن أنت؟ أنا ديانا، أنا الطالبة الجديدة. أيا كان، فلنبدأ الدرس. معلمتي، ليس لدي طاولة. واو، إن رسمك جميل للغاية. طاولتك، أتمنى أن تكوني سعيدة. حسناً أطفال، فلنبدأ. معلمتي، ليس لدي كرسي. أنت مدققة جداً. تفضلي، ها هو الكرسي. أيمكنني البدء؟ أنا بحاجة للأقلام، هل يمكنني استعارتها من عندك؟ أكيد. لا. معلمة، ليس لدي أقلام أو شيء أرسم عليه. أتريدين أقلام؟ نعم، أرجوك. ها هي أقلامك. حسناً طلاب، لديكم كل ما تحتاجونه، والآن استرخوا. فارغة. ماذا؟ رصاصي مكسور معلمتي. أيتها الطفلة الغنية، ما اسمك؟ ماذا؟ هل نصبح أصدقاء؟ تودين أن نصبح أصدقاء؟ يمكن أن نصبح أصدقاء. أحق؟ في الواقع لدي هدية لك. لدي قلم من أجلك، لأننا صديقتان حميمتان. شكرا لك. طلاب، ما الذي يحدث؟ لقد كونت صديقة جديدة. أنا أرسم فحسب. والآن إيفلين. أجل، لم يكن هذا ضرورياً، لأننا نعلم بأنها فقيرة. هذا ليس عدلاً، أنا ذكية. إذا وضعتم إعجاب واشتركتم سأثبت لكم ذلك. حسناً، فصل التصميم. أول من يزين اليد يفوز، والفائز سيحصل على حلوى فاخرة، والخاسر سوف يحصل على حلوى الدودة. إيفلين، هذه لك. شكرا لك. وأين خاصتي؟ ألم تقل أنك ذكية؟ اخترع إذا. سيكون سهلا بالنسبة لي، حيث لدي كل المجوهرات والذهب. إيفلين، ماذا؟ أيمكنني استعارة بعض أغراضك؟ لا، اعتقدت أنك ذكية. أوه لا، أعرف ماذا سأفعل. إنها خواتم متطابقة. حسنا، اكتملت المرحلة الأولى من خطتي. أوه، هناك المزيد في حقيبتي، أنا غنية. أنا أمضي قدما حتى الآن.
إنني متحمسة جدا. أنا هي الفائزة بالتأكيد. رفاق، لدي فكرة. يا إلهي، انظروا على ماذا حصلت. تلك الفتاة الغنية لن تعرف ما الذي حدث. انظروا إلى هذا، إنه جيد. رفاق، الأطفال الفقراء مبدعون. لنصنع سوارا. لا تشربها شائبة على الإطلاق. هذه جميلة جدا، أعتقد أن هذا سيكون الأفضل. هذا قبيح جدا ومثير للشفقة. أوشكت على الانتهاء الآن. لقد كسرته. انتهى الوقت، اتخذت قراري. انظري كم هي جميلة يدي. انظري كم هي جميلة، لقد عملت بجد. أنا غنية لذا أملك كل الذهب. انظروا كم هي جميلة. إيفلين، ليس سيئا. واو، هذا عمل إبداعي. أنت حقا موهوبة. شكرا. ماذا؟ لا، إنها قبيحة وسيئة للغاية. معلمتي. الفائزة هي إيفلين. أجل. وديانا، الدودة لك. لماذا؟ دودة؟ لا أريد دودة، هذا غير عادل. سيء جدا. أحب الحلوى الفاخرة. الدرس الثاني هو درس الخيال. ماذا تريد عندما تكبر؟ لا أحد يريد الفوز بالحلوى. أنا. إيفلين. أجل، هذا غير عادل، لما لا أذهب أولا؟ حلمي هو أن أصبح أكثر ثراء مما أنا عليه الآن. إنه ممل. وأحصل على زوج ثري وكل المجوهرات الجميلة، الذهب والألماس، وأسافر حول العالم. هل سمعتم ذلك؟ جيد جدا إيفلين. ديانا، هيا سأريك حلما جيدا. حلمي هو عندما أكبر أن أعمل في حديقة نباتية. هناك الكثير من الألوان، وهناك الكثير من الفراشات الجميلة، وهي تطير طوال اليوم. إنها جميلة حقا. الفراشات؟ أتريدين أن تصبح بستانيا؟ هل أنت جادة؟ انظري. شكرا لك. يا إلهي، معلمة، اعتقدت أنني تلميذتك المفضلة. سأريك ديانا الآن. ديانا! يا إلهي، لم أفعل ذلك. النار! سأنقذك. الجميع إلى الخارج. لا! ديانا، كيف فعلت ذلك؟ أنا لم أفعل شيئا. إذا من فاز؟ الفراشة. إيفلين هي الفائزة. ماذا؟ لقد كنت أفضل منها. ديانا، حصلت على هذا. دودة مجددا. اذهبنا لحضور دروس الرياضة. غدان يا فراشات. حسنا طلابي الأعزاء، الآن سنأخذ درسا في التصميم. مهمتكم هي تزيين هذا الملعب الجميل الموجود خلفنا. حسنا. وخمنوا ما الذي سنستعمله للتزيين. البالونات، أنا أحب البالونات. حسنا. ومن سيفوز في هذه المسابقة سيحصل على حلوى، ومن سيخسر سيحصل على دودة. إيفلين، هذا هو جهازك، وأنت ديانا فقط كوني مبدعة. مستعدون؟ 3 2 1، هيا. لدي فكرة. سأفوز بهذا لأنني أملك الجهاز الرائع. لدي فكرة عظيمة. أولا سنبدأ بالبالون البرتقالي. بالوني، يبدو هذا رائعا، واضح وضوح الشمس. ليس لديها أي فكرة عما تفعله. لا، لقد كانت مثالية. أجل، حصلت على هذا. كيف الحال هنا عزيزتي إيفلين؟ ليس على ما يرام. يمكنني مساعدتك، هذا سهل، عليك فقط حملها هكذا. أعتقد أنني سأفوز. كيف أوقفها؟ كيف؟ لا. فماذا لو صنعنا قوس قزح يا مر؟ لكن بما سألصقه؟ أعطني هذا واذهب لالتقاط البالونات. ما هذا؟ لدي فكرة جيدة، شاهدوا هذا، إنه يعمل، إنه حقا صعب. هذا هو أكبر بالون على الإطلاق. لا، لقد سقط. هذا جيد، لدينا واحدة أخرى. حسنا، أحب الأخضر. تمام، انتهينا تقريبا. كان ذلك قريبا. 3 2 1.
حسناً طلابي الأعزاء، لقد انتهينا. وإيفلين لديها 0 بالونات، وديانا لديها 7 بالونات. خمنوا من فاز في المسابقة. إيفلين لدي 7 بالونات، لماذا لا أحصل أنا على الحلوى الفاخرة؟ اهدئي ولديك الحلوى الفاخرة الخاصة بك. حسناً، وبما أنني قمت بتزيين كل شيء ويبدو جيداً حقاً، هل يمكنني الحصول على واحدة أخرى؟ أعتقد أنني أستطيع إعطائك دودة. لماذا حصلت على قطعتين من الحلوى؟ حصلت على 2 وأنت واحدة. حسناً أطفال، هذا فصل فني، وتذكروا أن الفائز يحصل على هذه الحلوى الفاخرة. ماذا سنفعل؟ سنقوم بوضع مكياج الهالوين. أخذت كثير من دروس المكياج، أنا فائزة لا محالة. لكن معلمة، ليس لدي أي مكياج. لكن لديك صندوق سحري. سأفعل ذلك، سأفوز بهذا بالتأكيد. إعجاب وعلق أدناه إذا كنت تعتقد أنني سأفوز. أنا جاهزة. هذا بنجر. أنا متحمسة. ما هذا؟ دقيق. تمام، دقيق. هل أنت مستعد؟ مستعد؟ هل أنت محترفة؟ أنا محترفة. كوني حذرة. تمام. هل أبدو جيدة؟ مذهلة. سنتوقف، أوشكنا على الانتهاء. أسرعي. أنت جميلة. بطيئون للغاية. تبدينك مهرج حقيقي، هذا يبدو رائع جدا. هل هذا الدقيق 500%؟ يعرفوك، ما رأيكم؟ هل أبدو جميلة؟ جميلة جدا، سوف أستخدم هذا، هذا يبدو رائعا جدا. سوف نضع شيئا أيضا. حسنا، دعيني أرى. نحن فائزون أيها الأغنياء. إنك تبدو صخيرا جدا. والوقت، سنفوز بهذا بالتأكيد. بل نحن من سيفوز. دعونا نرى من هو الفائز. نحن من سيفوز، نحن الفائزون. انظري لها، هذا منتج طبيعي. انظري إلى كل ألواننا الجميلة، وانظروا كم هو رائع وجهها. مكياجنا صالح للأكل. والفائز هو إيفلين. هذا لك أيتها الفراشة. هذا ليس عدلا. هذا ليس عدلا، انظري كم جعلته جميلا. قلت لك أن الحياة ليست عادلة. هل تريده؟ أجل، أنا جائع. والآن هذا درس البناء. ماذا سنبني؟ ستبنون اليوم المدن. أحقا؟ وأين قطعي أنا؟ استخدمي ذلك. لدي فكرة. لديكم 5 دقائق، لذا أسرعوا. لا، ليس لدي مسدس الغراء. رائع. ماذا أفعل بهذا؟ لا أعتقد أنا لديها أي فكرة عما تفعله. أمامكم 3 دقائق متبقية. هذا الشخص يمكنه ركوب السيارة. أعتقد سأصنع شجرة. دقيقتان. لا، كيف سأفعل هذا؟ ديانا يبدو جيدا. ماذا بعد؟ آخر دقيقة. لا 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 لا، هذا لا يسير على ما يرام. إيفلين، هذا سيء حقا. لا، إنه جيد جدا. خاصتك يبدو سيئة للغاية. مع ذلك أنا أفضل منك. لا، ليس كذلك، اللمسات الأخيرة فقط. حسنا، انتهى الوقت. إيفلين، ما هذا؟ يبدو أن روضة الأطفال هي ما فعلت ذلك. لا، إنها مدينة. لا تبدو كذلك. ديانا، واو، هذا يبدو جيدا حقا. شكرا لك. لا، ليست كذلك، إنها فقيرة. ما الذي تفعلينه؟ إن هذا شيء فظيع. إيفلين، لا. معلمتي، لقد عملت بجد على ذلك. انسي ذلك، أعتقد أنني طالبتك المفضلة. إيفلين، أنت طالبتي المفضلة. نعم، أين حلوتي الفاخرة؟ ها هي الحلوى. أنا دائما أعمل بجد وأحصل على تقدير ممتاز وذكية، وأنا دائما أبدع. أعرف، وأنا آسفة لذلك. ستحصلين على حلوى فاخرة أيضا. حسنا، أحتاج إلى دقيقة، لذا اذهبنا للخارج، لا أستطيع أن أفعل ذلك. حسنا طلاب الأعزاء، في درس الرياضة سنلعب كرة الريشة. تفضلي إيفلين، هذا خاصتك وهذا لك. أو هذا تمام. ماذا؟ هيا. هذا ليس عدلا، أنت تستمر في تفضيلها. أنت في طريقك للأسفل. سوف نرى ذلك. أجل، عمل جيد إيفلين. أيتها الخاسرة، هذا فقط لأنك غنية. لقد غششت، لقد حصلت على نقطة. هيا ديانا، حسني مستواك. أنت معلمي المفضل.
الأفضل. أنا الأفضل. ما الأمر؟ هذه المدرسة غير عادلة، وأنت غير عادل، وأنت غير عادلة. هذا ليس عدلاً. لقد اكتفيت. اهدئي. تعتقدين أنه ليس عدلاً؟ أجل، لدي تحدي عادل لكلاكما. اتبعاني، فرقع البالون واحصل على المكونات ولا تضرباني. حسناً. أجل، ماذا لدينا هنا؟ لديك بروكلي. إيو، أنا أكره البروكلي. إيو، انتهيت منه، حان دوري. أوه، ماذا لدى إيفلين؟ موزة. أحب الموز. ماذا لدينا الآن؟ أفوكادو. يا إلهي، هذا أسوأ من البروكولي. أنا أكره الأفوكادو. أوه، أمتأكد أن هذا عادل؟ بالطبع، هذا اختيارك. ضربة جميلة. سودا. المفضلة لدي. أي يمكنني تناول رشفة أرجوك؟ لا، لقد فزت بهذا. سيكون هذا حقا جيد، وسأحصل على مكافأة. و ديانا حصلت على بصلة. أستطيع أن أشم رائحة البصل من هنا. لا أستطيع رؤية هذا. يا، أستطيع أن أشم رائحة أنفاسك من هنا. تحركي، تحركي. انظر لهذا، حصلت على آيس كريم. لنا بصلة وهي تحصل على الآيس كريم. هذا ما اختارت. ياي. حسناً. هل جيد؟ لقد حصلت على أخطبوط. ماذا؟ دعني أرى ذلك. فارغ. ديانا، فارغ، دعيني أشرح لك. فارغ، كلهم فارغون. هذا غير عادل. تحصل على الآيس كريم، تحصل على الكولا، وتحصل على الموز. إنها تحصل على كل هذه الأشياء الرائعة. لماذا تكرهني؟ هذا ليس عادل. أنت تفضلها فقط لأنها غنية، وأنا لا أحصل على أي شيء لأنني فقيرة. هذا ليس عادل. لا، لأن والدها يمول المدرسة. حصلت على حلوى بالمناسبة. أحسنت. شكرا لك. دعونا نصنع عصيرا للانتقام من الجميع. أعتقد البيض النيء سيكون جيدا. تمام. والموزة بالقشرة. هذا هو الفلفل الأكثر حراً في العالم بأكمله. أوه، سيكون هذا رائع جداً. رائحة كريهة. الآن لنذهب للعثور على إيفلين. رائحته جميلة جداً. ديانا، ما هذا؟ هذا ألد عصير في العالم. سأعطيه للمعلم وسوف أصبح أفضل صديقة له. حسناً، سأعطيه هذا نيابة عنك. حسناً. معلم، آسف، لا أستطيع أن أكون معك، أنا أحب العم غريغ. لدي هدية لك. أوه، إيفلين، شكراً، هذا لطف منك. رائحته لذيذة. يا إلهي، حار جدا. ما المشكلة؟ حار. هل أنت بخير؟ يا إلهي. ماذا تفعلين هذا؟ معلمي، هل أنت بخير؟ إيفلين، أنت موقوفة. لا أستطيع أن أتوقف عن الدراسة. من يرعى المدرسة؟ حسنا، ربما لا، غير موقوفة، يمكنك الذهاب. نظارتي المفضلة. سمعت أنكم خدعتم المدرب بريستون، وهذا ليس جيداً. لا، لم نفعل ذلك. لقد فعلت هذا. لماذا تضحكين؟ ليس مضحكاً. أتعتقدين هذا مضحك حقاً؟ نعم، بالرغم من ذلك أنا جائعة. لديك طعام؟ وأنا كذلك. هل أحضرت لنا بعض الطعام؟ أتريدين الطعام؟ سأرى ما يمكنني طهيه لكم. أتمنى أن تستمتعوا بطعم الشوفان البارد. شكراً لك. وطبق آخر لك أيتها الشابة، تناولي. يبدو هذا مقرفاً. إنه حقاً جيد جداً. أنت السبب لوجودي هنا وتناول دقيق الشوفان المثير للإشمئزاز. أنا لم أرتكب أي خطأ. أجل، لقد فعلت ذلك. وما الذي فعلته؟ أوصلتني لأتناول دقيق الشوفان المثير للإشمئزاز. معاً.
معذرة. أنت معذورة. أتمنى أن تعجبك يا إيفلين. لا. تبدين غبية جدا. من فعل هذا؟ من فعل ذلك؟ رأيتها تستدير وترميها عليك. بل كانت إيفلين. مدرب بريستون! أيها الطلاب، لقد سئمت جدا من سلوككم. كلاكما موقوف. سوف تقومان بصباغة هذا الملعب خلفي بهذا الطلاء. أنا مشغولة جدا نوعا ما الآن. هو أنت مشغولة؟ أجل؟ ماذا لو اتصلت بالشرطة وتذهبين للسجن؟ ها؟ حسنا آسفة. والآن هل فهمتي؟ في الواقع أنا مشغولة، علي أن أذهب الآن. تريدين أن أكلم والدك وأقول له أنك أهدرت المال هباء؟ لا. خذي، خذي. هيا أصبغي. وأنت خذي وخذي هذا. هيا أصبغي. أطفال، أنا غنية، لا ينبغي لي أن أفعل أي من هذا. إنها مدرسة غنية، لماذا لا يدفعون لأحد للقيام بهذا؟ أنا أراقبكم. ديانا، ديانا، دعينا نهرب. سوف يتصلون بالشرطة وأنا لا أريد الدخول إلى السجن. حسنا، دعينا نفكر في شيء ما. أنا أراقبكم. مرحبا أنت. ما الأمر؟ ما الذي تفعلين؟ لا فرامل، أنا أراقبكم. أوه. 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 نحن نقوم بأعمال المعلم، لذا علينا أن نذهب للقيام بشيء آخر. نعم، علينا أن نصنع له شيئاً ما كما تعلم. هل يمكنك أن تأخذ مكاننا؟ أرجوك. تمام، تمام. أجل، أجل. حسناً، شكراً لك. أين الثانية؟ أين هي؟ أين الثانية؟ لا أعرف. من أنت؟ أين إيفلين؟ أين ديانا؟ يا إلهي، لقد رحلوا. يا إلهي، أنا في مشكلة. يا إلهي، والدها سيقتلني. يا إلهي، علي الذهاب. لا أريد مشاكل. يا إلهي، لقد تخلصنا منه. وأخيرا، يا رفاق، ضعوا إعجاب واشتركوا في قناتنا لنحصل على الدعم. لن يجدنا أحد.